عالميا حذرت منظمة الصحة العالمية من يقترب الوباء من أن يكون وباء عالميا بسبب هذا الفيروس إنفلونزا الخنازير الذي أصاب 27 ألف شخص في 73 دولة وأسفر عن سقوط أكثر من 140 ضحية. يأتي هذا فيما أعلنت كولومبيا عن أول حالة وفاة مؤكدة بمرض إنفلونزا الخنازير وهي لامرأة، فيما أكدت السلطات وجود 35 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إنفلونزا الخنازير.